اليوم عندنا الحق باش نطالبوا بابعاد اولادنا والمدرسه العموميه من كل هذه التجاذبات. معناتها يلزمنا مدرسه مستقره، يلزمنا مدرسه اللي مطمئنه واللي قاعدين عايشين منذ السنوات على الاقل الثلاث سنوات الاخيره هو بالعكس، هو مدرسه انك كل يوم كل نهار بقسمه وميمال رزمه، القسم الخايب مش القسم الباهي. معناتها نستناو احنا في اشياء تفرح، في اشياء تطمن، في اشياء تبني الغدوه والبعد غدوه والعام الجاي.